في وثيقة فرنسية، أنا يعني أدهشتني الوثيقة، أريد أشوف رأيك فيها إلى أي حد ممكن أن تكون هذه الوثيقة صحيحة. الوثيقة الفرنسية السرية المؤرخة في 13 يونيو عام 1917 أرسلها وزير فرنسا في القاهرة دوفرانس إلى وزارة الخارجية الفرنسية. تضمنت الوثيقة الحديث عن نوايا الوالي العثماني على بلاد الحرمين آنذاك فخري باشا لنبش قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتروي الوثيقة كيف فر أحد المهندسين هاربا من المدينة حتى لا ينفذ أوامر الوالي العثماني الذي طلب منه تعديل مآذن الحرم لتدجيجها بالرشاشات، وكيف أنه كان ينوي نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتحقق من وجود رفاته. نعم صحيح صحيح، حصل وكان يريد من نبش القبر أنه ينقل الرفات من المدينة. طيب وين الكلام اللي الأتراك يتكلمون على أنه خلفيته الدينية وهذا متدين ويحب الرسول؟ طبعا يقولون بكتاشي. كيف بكتاشي؟ بكتاشي طبعا هي الطريقة البكتاشية، هو بكتاشي متعصب فخري باشا، يعني صوفي بكتاشي. لا هو صوفي ويعني أشد أنواع التصوف شذوذا وباطنية. حاجي بكتاش هذا أسس الطريقة البكتاشية قبل قيام الدولة العثمانية، فصارت أصبحت طريقة للجيش أو طريقة للإنكشاريين في الدولة العثمانية. هذه الطريقة تؤمن بالإثني عشرية. طبعا حاجي بكتاش هو فارسي وجاء للدعوة الصوفية على مذهب الإثني عشري وأسس الطريقة الصوفية. طبعا دائما الطرق الصوفية تهرب من مسألة التصنيف المذهبي لأنها تلتصق بالجانب الروحي، ما لها علاقة بال. بس أنت ذكرت أن لها دعوة باطنية. نعم دعوة باطنية، وكان لهم علاقة بالحروفية. طبعا الحروفية هذا شأن آخر اللي هو فضل الله التبريزي اللي أدخلهم محمد الفاتح وقربهم من قصره. محمد الفاتح هذا اللي يكذب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه طبعا قيل عنه حديث وينسب لمسلم وهذا كذب. كل هذا كان يدور في بصياغة فكر صوفي فاسد زي الفكر البكتاشي. الفكر البكتاشي كان هو الذي يسيطر على الجيش، وكان عندهم شجرة الاثنى عشرية ويؤمنون بها ويقدسونها، من ضمنهم فخري باشا. لكن كان عندهم مشروع التركي، لأنه المشروع التركي يعتبر من المشروعات العظيمة التي يعملون عليها.